بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، يشرفني أن أقدم لكم درس من دروس مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، ويتعلق الأمر بالتناسب رقم واحد معامل التناسب. إذن أولا سأنطلق بدراسة وضعية الانطلاق، انتبهوا معي. إذن وضعية الانطلاق هي كالتالي: في محطة البنزين يبلغ ثمن اللتر الواحد 12 درهم، يعني ثمن لتر واحد من البنزين يساوي 12 درهم. السؤال الأول: أرسم الجدول التالي وأكمل. إذا الجدول مكون من سطرين، السطر الأول يمثل عدد اللترات والسطر الثاني يمثل الثمن بالدرهم. إذا كيف، السؤال الثاني: كيف ننتقل من أعداد السطر الأول يعني عدد اللترات إلى الأعداد الموافقة لها بالسطر الثاني يعني الثمن بالدرهم؟ كيف سننتقل؟ إذن أولا يجب ملء الجدول. إذن أولا سنملأ الجدول. لاحظ، إذن بناء على هذا المعطى يبلغ ثمن اللتر الواحد 12 درهم، سأقوم بملء الجدول بناء على هذا المعطى. لاحظ، إذن هنا الثمن بالدرهم يساوي 12. إذن كم عدد اللترات التي توافق الثمن 12؟ إذن هو لتر واحد، إذن لتر واحد ثمنه 12 درهم. نزلته واحد ثمنه 12 درهم. إذن في كم ضربت هنا واحد؟ إذن واحد في 12 للحصول على 12، واحد في 12 للحصول على 12. كذلك 8 سأضربها في 12، إذن 8 لترات سأضربها في 12 لكي أحصل على الثمن. 10 لترات سأضربها كذلك في 12، 18 لترات سأضربها في 12 لكي أحصل على ثمن بالدرهم، وكذلك 20 لترا سأضربها في 12 لحصول على الثمن بالدرهم. إذن هنا 1 في 12 يساوي 12، 8 في 12 يساوي 96، أكتب 96، 10 في 12 يساوي 120، 18 في 12 يساوي 216، و 20 في 12 يساوي 240. إذن لاحظ أنه حصلنا على الثمن بالدرهم انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من ضرب أعداد السطر الأول، أي عدد اللترات في ماذا؟ في العدد 12. إذن في 12 لاحظ هنا الثمن بالدرهم، إذن 12 96 120 216 240. كيف سأحصل على عدد اللترات انطلاقا من الثمن؟ وذلك بقسمة عدد السطر الثاني على ماذا؟ على 12. غادي نقسمها على 12. إذن للحصول على أعداد السطر الثاني قمنا بضرب أعداد السطر الأول في ماذا؟ في 12. وللحصول على أعداد السطر الأول قمنا بقسمة أعداد السطر الثاني على ماذا؟ على 12. إذن نقول أن الثمن المؤدى متناسب مع عدد اللترات، لأنه عندما ننتقل من عدد اللترات إلى الثمن، عندما ننتقل من عدد اللترات إلى الثمن نقوم بماذا؟ إذن نضرب في ماذا؟ إذن نضرب في المعامل 12. إذن عندما أنطلق من عدد اللترات لكي أحصل على الثمن أضرب في 12. إذن نضرب في 12 في معامل 12 الذي يسمى ماذا؟ الذي يسمى معامل التناسب، الذي يسمى معامل التناسب. إذن معامل التناسب هو ماذا؟ هو الذي يمكننا من ماذا؟ من معرفة أعداد السطر الثاني بضرب أعداد السطر الأول في هذا المعامل، ومن معرفة أعداد السطر الأول بقسمة أعداد السطر الثاني على هذا المعامل. فإذا نمر الآن إلى السؤال الثالث: مثل على المبيان أسفل. إذا هذا المبيان سنمثل ماذا؟ معطيات الجدول. إذا معطيات هذا الجدول سأمثلها على هذا المبيان بمعلمتك للنقط التالية. إذا سأرسم أو سأمثل هذه النقط على
على المبيان، ثم سأقوم بربط النقط لكي أكون مبيان. لاحظوا معي، إذن أولا النقطة أ تمثل 1 و12، إذن 1 و12، 1 و12، نقطة ب 8 مع ماذا؟ مع 96، 8 مع 96، إذن 8 متناسبة مع 96 و 96 متناسبة مع 8. نقطة C 10 متناسبة مع 120، إذن سأكتب هنا 120 و 120 كذلك متناسبة مع 10. النقطة D 18 متناسبة مع 216. نقطة E 20 متناسبة مع 240 و 240 متناسبة مع 20. إذن الآن سأمثل هذه النقط على ماذا؟ على المبيان التالي. لاحظ، إذن أولا سأنطلق من نقطة أ، نلاحظ هنا لدينا عدد اللترات وهنا لدينا الثمن بالدرهم. إذن أولا سأنطلق من عدد اللترات 1، أين هو 1؟ إذن هنا 0 1 2 3 إلى غير ذلك، إذن 1 هو في هذه النقطة. لاحظ هنا 1 12 هنا مثلا، وسأحصل على النقطة، نقطة ماذا؟ نقطة أ. إذن لرسم المبيان غالبا ما نستعمل الورق المليمتري، إذن سأحاول توضيح الأمر بدون استعمال الورق المليمتري. إذن نقطة أ هي، إذن نقطة أ هنا، نمر إلى النقطة ب 8 96، 8 هنا 8 و 96 هنا، سأحاول نقطة ب دائما مسقط العمودي. فهم نقطة س تمثل 10 120، 10 هنا 120 هنا، مئة وعشرون. هكذا نقطة C. الآن نقطة D 18 216، إذن 18 ستكون هنا 216، إذن 216 هنا. أحاول قدر الإمكان مثلا نقطة هنا، نقطة دي. نقطة الآن أ 20 240، 240 ستكون هنا، كذا. إذن نقطة أ مثلا، نقطة أ تمثل 20 204. الآن سأحاول ربط هذه النقط انطلاقا من المركز، انطلاقا المركز. لاحظوا بأن المبيان عبارة عن خط مستقيم الشكل، يمر من ماذا؟ يمر من النقطة أ مركز هذا المعلم، يعني والذي معلمته تساوي 0 0. واحد عبارة عن مستقيم. إذن انطلاقا من هذه الوضعية يمكننا استنتاج أن الجدول التالي هو جدول أعداد متناسبة. لماذا؟ لأن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني، أي أن
للحصول على أعداد السطر الثاني نضرب أعداد السطر الأول في 12، وللحصول على أعداد السطر الأول نقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على مدى على العدد 12، وللحصول على معامل التناسب، إذا 12 هو معامل التناسب، للحصول على 12 أقوم بقسمة 12 على 1، 96 على 8، 120 على 10، 216 على 18، 240 على 20، كلها تساوي 12. العدد 12 هو معامل التناسب. السنتاج الثاني هو أن مبيان الأعداد المتناسبة هو عبارة عن مستقيم يمر من ماذا؟ يمر من المركز O الذي معلمته هي 0 0. والآن نمر إلى إنجاز تمارين تطبيقية لكي نثبت ما تعلمناه خلال الوضعية. إذن لتثبيت ما تعلمناه من خلال وضعية الانطلاق سنقوم بإنجاز تطبيقين هما كالتالي، انتبهوا معي. تمرين تطبيقي رقم 1، هل الجدول التالي جدول أعداد متناسب؟ ده السؤال، والمطلوب هو التأكد من أن هذا الجدول هل هو عبارة عن جدول أعداد متناسبة أم جدول أعداد غير متناسب. كيف سأتأكد؟ بقسمة ماذا؟ بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. إذن يجب قسمة 66 على 11 و 72 على 9 و 42 على 7، ويجب أن أحصل على ماذا؟ على نفس الخارج لكي أقول أن هذا الجدول عبارة عن جدول أعداد متناسب. إذن 66 قسمة على 11 كم يساوي؟ 72 قسمة على 9 كم يساوي؟ و 42 مقسومة على 7 كم يساوي؟ إذا 66 مقسومة على 11 أو كم في 11 يساوي 66. إذا هنا 6 في 11 يساوي 66، إذا الخارج هو 6. 72 قسمة على 9 أو كم في 9 يساوي 72، إذا 8 في 9 يساوي 72، إذا الخارج هنا هو 8. 42 قسمة على 7 أو كم في 7 يساوي 42، إذن هنا 6. إذن كما تلاحظون أن الخارج الأول يساوي 6 والخارج الثاني يساوي 8 والخارج الثالث يساوي 6. إذن كما قلت أولا أنه الشرط الأساسي لكون هذا الجدول عبارة عن جدول أعداد متناسبة هو أنه يجب أن أحصل على نفس الخارج انطلاقا من قسمة 66 على 11، 72 على 9، 42 على 7. إذن وبذلك نقول أن هذا الجدول هو جدول أعداد غير متناسبة، وبالتالي هذا الجدول هو جدول أعداد غير متناسبة. فهم؟ إذا الآن نمر إلى التمرين التطبيقي رقم 2. لاحظوا هذا جدول أعداد متناسبة، إذا هذا الجدول هو عبارة عن جدول أعداد متناسبة. الجدول الذي بين أيدينا هو جدول أعداد متناسبة، ما معناه؟ أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني، وأعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول. مفهوم؟ إذا السؤال الألف، حدد الأعداد A و B و C استعن بمحسبة. إذن سأستعن بمحسبة لتحديد A و B و C. A B C B، أحسب معامل التناسب. إذن أحسب معامل التناسب. إذن لاحظوا أن هذا الجدول إذن هو جدول أعداد متناسبة. إذن كيف سأحصل على A وكيف سأحصل على B وكيف سأحصل على C؟ إذن سأحصل على هذه الأعداد انطلاقا من حساب معامل التناسب. سأحسب معامل التناسب إذا انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من قسمة دائما انطلاقا من قسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. يعني يكفي أن أقوم بقسمة 9 على 2.8 و 6 على 2.4 مثلا ولكي أحصل على معامل التناسب. إذا سأستعمل المحسب، سأستعمل محسبة الهاتف المحمول. إذا 7 قسمة على 2.8 يساوي 2.5. إذا
7 مقسومة على 2.8 يساوي 2.5. مر إلى 6 قسمة على 2.4 كذلك يساوي 2.5. إذا معامل التناسب هو ماذا؟ هو 2.5. نعم أكتبه هنا. إذا كان هذا الجدول هو جدول الأعداد المتناسبة فإن أعداد السطر الأول مضروبة في 2.5 تساوي أعداد السطر الثاني، وأعداد السطر الثاني مقسومة على 2.5 تساوي أعداد السطر الأول. إذن هكذا، لأن هنا أضرب في 2.5 معامل التناسب لكي أحصل على أعداد السطر الثاني، وهنا أقوم بقسم القسمة أعداد السطر الثاني على ماذا؟ على 2.5 معامل التناسب لكي أحصل على أعداد السطر الأول. إذن هنا لاحظوا السؤال الأول حدد الأعداد ا ب س. إذن كيف سأحدد هذه الأعداد؟ إذن أولا ننطلق بالعدد ا، كيف سأحدد ا؟ إذن لاحظوا أن ا يأتي في السطر الأول، إذن كيف سأحصل عليه؟ إذن انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من قسمة 24 على 2.5. إذن هكذا أكتب. إذن ا يساوي ماذا؟ يساوي 24 قسمة على 2.5. إذن كم يساوي؟ سأسميه محسبة لتسهيل الحساب. قسمة على 2.5 تساوي 9.6. ب كم يساوي؟ لاحظ ب يأتي في السطر الثاني. إذا ماذا؟ إذا ب سأقوم بضرب 18 في 2.5. إذا هي 18 مضروبة في ماذا؟ في 2.5، يعني في معامل التناسب. 18 ضرب 2.5، إذا سأحصل على 45. س كذلك يأتي في السطر الثاني، إذا سأقوم بضرب 0.75 في 2.5. إذا 0.75 في 2.5، إذن 0.75 ضرب 2.5 سأحصل على 1.875. الآن سأعوض أ و ب و س بقيمها. لاحظوا معي، ده يساوي أ، إذن أ يساوي 9.6. كم يساوي ب؟ ب يساوي 45. كم يساوي س؟ 1.875. إذن مفهوم؟ إذن هنا لدينا جدول أعداد متناسبة فيما بينها، جدول أعداد متناسبة فيما بينها، بحيث أن ضرب أعداد السطر الأول في 2.5 أحصل على أعداد السطر الثاني، وقسمة أعداد السطر الثاني على 2.5 أحصل على أعداد السطر الأول. إذا معامل التناسب هو ماذا؟ هو 2.5. إذا عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم درس التناسب رقم 1 معامل التناسب. إذا ألقاكم في فيديوهات جديدة في دروس جديدة، وفي الأخير أنصحكم بالمكوث في منازلكم للحفاظ على صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.